يعني مصر هتفضل بإذن الواحد الأحد هي بلد الأمن والأمان، أكيد ما فيش شك في ده، وده اللي ذكره القرآن كمان. لكن خلونا نقول إن ما فيش شك إن الفيلم اللي احنا شفناه النهاردة عن إنجازات وزارة الداخلية ده بيأكد الجهود الكبيرة اللي بذلتها وزارة الداخلية، والتضحيات أيضا الكبيرة اللي يعني تم التضحية بها من خلال عدد كبير من الشهداء، شهداء رجال الشرطة البواسل لإعادة الاستقرار والأمن الداخلي مرة تانية. وده اللي احنا شفناه من خلال المشاهد اللي كانت بتأكد قد ايه كان في موجة من الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني واستهداف مؤسسات الدولة اللي حصلت خلال الفترة اللي عقبت 2011 تحديدا، واستهداف كل مقدرات الدولة ومنشآتها تحديدا. حقيقة أحمد، وزارة الداخلية كان ليها دور كبير جدا في مواجهة هذه الموجة الإرهابية وتحقيق الأمن الشامل. حقيقة أنه إذا كان الوضع الداخلي مليء بالتحديات بعد 2011، فالوضع الخارجي والسياسات الخارجية لم تكن أيضا في أفضل حال زي ما اتكلمنا مع حضراتكم منذ قليل. عشان كده الدبلوماسية المصرية بعد 2014 نجحت بشكل كبير جدا في استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية أيضا مواجهة حروب الشائعات. عن تحديات وإنجازات الدولة المصرية هنتكلم مع الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ أحمد منورين. صباح الخير يا أستاذ. نورنا. يعني في البداية لو اتكلمنا يا أستاذ سامي، يعني المشهد الحقيقة قبل 2014 كان مشهد قاتم جدا، كان في تحديات أمنية بتواجه مصر. لو اتكلمنا على الصعيد الإقليمي أو حتى على صعيد الدول المجاورة، مصر كانت في معزل عن القارة الأفريقية أيضا، كان في زي ما كنا بنشوف الوضع القائم في الدول العربية كمان، ده غير بقى كمان الإرهاب اللي كان موجود جوه مصر. لو حضرتك هتحلل الوضع فيما قبل 2014 أمنيا، شايفه إزاي؟ اللي كان حاصل في مصر كان شيء مرعب وكان شيء مخيف. كنا بنشوف تفجير واثنين وثلاثة واربعة في اليوم الواحد، كنا بنشوف إرهاب في كل الأماكن وكل المدن في مصر. كان إرهاب في القاهرة، في الجيزة، في كثير من محافظات الدلتا. شفنا استهداف للكنائس وفيما بعد المساجد، شفنا استهداف لمدنيين يعني، وشفنا اغتيالات وقتل لضباط شرطة قبل 2014، وزادت الموجة بعد 2013. وكان سيناء هي المكان الرئيسي لهذه العمليات وهذا الإرهاب، وكان رجال الجيش ورجال الشرطة هم اللي بيواجهوا وهم اللي بيصدوا. أنا يعني بطلب إن أي حد من الناس أو أي مشاهد كريم من اللي بيشوفنا بس بيغمض عينه ويفكر للحظات كيف كان المشهد، إزاي كان بيتابع كل هذه التخبيرات سواء سمعها أو شافها أو حتى تابعها من خلال السوشيال ميديا في هذا التوقيت أو من خلال التلفزيون. ويمكن زميلي أحمد عبد الصمد كان شريك معانا في التغطيات الإعلامية صحافة أو تلفزيون، ونحن شركاء في برنامج مصر الجديدة في من 2011 ل 2015. كان ده بيحصل زمانة مش يوميا، بل كان بيحصل مرة واثنين وثلاثة وأربعة في اليوم. كل دولة تقدر تتعافى وتتصدى للإرهاب وما يبقاش في نقطة دم واحدة في الشارع سواء لمدني أو رجل جيش أو رجل شرطة أو حتى استهداف لمنشأة، فده إنجاز عظيم. كنا دموعنا بتنزل وإحنا بنغطي أحداث كرداسة، وإحنا بنغطي اللي حصل من الضحايا اللي ماتوا. مثلا احنا عندنا اغتيال النائب العام، عندنا استهداف موقف وزير الداخليه، عندنا كل ضباطنا، عندنا اللواء محمد سعيد كان مدير مكتب وزير الداخليه حين تم اغتياله في شارع الهرم في الجيزه وهو في سيارته في طريقه للوزاره، عندنا اللواء عبد الرؤوف الصرفي. لو قلت اسماء يمكن يا أستاذ سامي، يعني طبعا حضرتك ذكرت فترة
رجعت لي شريط من الذكريات كده تحديدا، وفكره ازاي كنا بنغطي واحنا بنتالم، واحنا نفسنا كنا خايفين، احنا نفسنا ما كناش امنين في هذا الوقت تحديدا، لان كان في جماعه بعينها كانت بتتعمد اللي هي تعمل اعمال تخريبيه، اعمال الهدف منها هو تخويف وترويع المواطنين تحديدا لتنفيذ اجنده بعينها. لكن اعتقد الدوله المصريه ما سكتتش ولم تقف مكبده الايدي زي ما بيتقال، وكان في خريطه امنيه واضحه لابد من تنفيذها عشان يعود الاستقرار مره ثانيه وتعود مصر واحه للامن والامان. شايف ايه الاولويات اللي اشتغلت عليها علشان خاطر نحقق الاستقرار اللي احنا بننعم بيه النهارده؟ طبعا مواجهه ارهاب بهذا الحجم وبهذه القوه وبهذا التخطيط وبهذا المنهج اللي كان متبع وبهذا الدعم وكل الاموال اللي احنا شفناها، الدولة واجهته بأكثر من نهج وطريقة، كان أولها هو العمل باحترافية شديدة والتعاون الشديد بين الجيش والشرطة. شفنا إزاي يتم تفكيك الخلايا الإرهابية في القاهرة والجيزة وفي سيناء، وشفنا كيفية التعامل معها، وشفنا المداهمة، وشفنا استباقية التعامل مع هذه الخلايا، كل التعامل ده، وشفنا كم جماعة مسلحة انبثقت عن جماعة الإخوان. يا أحمد لو أنت فاكر حسم، وفاكر جنود مصر، أجلاد مصر، وفاكر كتائب حلوان، كل ده يتحط بكتب، كل ده يتحط بكتب علشان الأجيال الجديدة تعرف إيه اللي اتعمل في مصر من أجل أن نعود الى الامن والامان الذي كنا عليه. ويمكن هنا الشيء بالشيء يذكر، افتكر التاريخ اللي حصل من خلال مسلسل الاختيار، كان مؤرخ لفتره مهمه جدا في حياتنا وحياتنا في مواجهه الارهاب والقضاء عليه في سيناء. الاختيار باجزاء اللي اتعملت في السنين اللي فاتت، كل ده تاريخ. الدولة المصرية ممثلة في الجيش والشرطة ومعهم الشعب دفعوا الكثير من دمائهم علشان خاطر نوصل للمرحلة اللي احنا فيها، نتخلص من إرهاب كنا كل شوية بنشوف في الفيوم، في سينا، في القاهرة، هنا في قدام جامعة القاهرة، استهداف لكنائس، استهداف لمسيحي مصر سواء في القاهرة أو في طنطا أو في اسكندرية. تتفكر تفتكر أحمد موجة تفجير حصلت يا جماعة، كان اليوم اللي بيعدي ما فيهوش أحداث يا أستاذ سامي، كنا بنشكر ربنا يعني. طبعا ده أنت كان التفجير، ما بين التفجير والتفجير في تفجير، لو ما كانش في تفجير الصبح في الساعات الاولى من الصباح كنت بتلاقي بعد الظهر. كنا يعني مثلا اغتيال المستشار هشام بركات، قبله لو تفتكر كان في تفجير في محيط دار القضاء العالي، وثلاثه استشهدوا في هذا التوقيت، وكان الهدف هو استهداف النائب العام، ما كانش يعرفه ان هو موجود في مكان ثاني الى ان تم استهدافه ولقى وجه ربه وهو صائم عليه رحمه الله المستشار هشام بركات. يمكن هنا هنتكلم كمان عن اللي حصل في سينا، نتكلم عن اللي عملوا الجيش باحترافيه شديده وقد ايه هم اخواتنا من ضباط الجيش وافراده دفعوا حياتهم علشان الحياه تعود الى طبيعتها في شمال سيناء، والعريش تستقبل كل زائريها وتعود الى هدوءها هي والشيخ زويد ورفح. نتذكر ايضا يا احمد مسجد المسجد في مدينة بئر العبد. نعم. يعني مسجد الروضة. أي إجرام وأي إرهاب وأي ضمير هذا الذي سمح بسفك دماء المسلمين داخل مسجد، يعني أكثر حوالي 400 ضحية دفعوا حياتهم ثمن. صحيح، حتى ساعتها بنذكر إنه كان دايماً بيقال يا أستاذ سامي إنه رجال القرية. يعني رجال القرية طبعاً استشهدوا. صحيح. صحيح طبعا. وده بجانب ترويع المواطنين اصلا في الشوارع، يعني اعتقد كل حد فينا ليه شهاده خاصه متعلقه بيه هو شافها بعينه. انا واحده من الناس اللي بالفعل شفت ده، يمكن ده انا اتعرضت ليه، وشفت ناس كتير جدا اتعرضت ليه. المواطنين مش عارفين يمشوا حتى في الشارع،
طب خلينا نروح مع حضرتك كمان ل يعني يمكن حضرتك اتكلمت على فكره صعيد مواجهه الارهاب، لكن دلوقتي الحمد لله بعد القضاء على الارهاب لو اتكلمنا كمان حتى على معدل الجريمه نفسه في المجتمع المصري، تراجعت معدلاته بشكل كبير جدا. المتابع للجريمه في مصر في تغير في خريطه الجريمه، التغير ده سببه شقين، سببه عودة الأمن وعودة القوة لرجل الشرطة في الشارع، سببه ما انتهجته وزارة الداخلية من أمور تقنية لمواجهة الجريمة. كل يوم في جديد في الجريمة، وكل يوم في تطور في وزارة الداخلية لمجابهة الجريمة. في منظومة انتشار الكاميرات في الشوارع، كم كبير من الكاميرات منتشر في شوارع القاهرة والجيزة والمحافظات. الثقافة العامة التي لدى رجل الشارع ان هو يؤمن نفسه بوضع كاميرات، كل ده ساهم في تقليل الجريمة، اضافة الى الكفاءة التي عليها رجل الشرطة المصري في مواجهة الجرائم. من يقارن بين مثلا جرائم القتل او السرقة بالإكراه او السرقة او الخطف الى اخر هذه القوائم في الاربع او خمس سنوات الاخيره مقارنه بسنوات اخرى، سنجد المعدل اقل بكثير مما كان يحدث قبل ذلك. بنتكلم هنا عن دور وزاره الداخليه وخططها في التعامل مع هذه الجرائم، القوة التي عليها رجل الشرطه في الشارع وفي مكانه وفي اعاده الحقوق للمظلومين، في التعامل مع الجرائم والمستكلين خطر، كل ده وزارة الداخلية وضعته، بالإضافة إلى التطور الهائل في مواجهة الجريمة سواء جريمة عادية أو جريمة إلكترونية. نعم أستاذ تامي، يعني وإحنا بنتكلم على مؤتمر حكاية وطن اللي تم فيه عرض الكثير من قصص النجاح والإنجازات والتحديات اللي تغلبت عليها الدولة المصرية تحديداً، ده في الحقيقة أثناء العرض يمكن حسس كل المتواجدين في القاعة بالمسؤولية، مسؤولية الحفاظ على هذا النجاح تحديدا، لأن يمكن الجيل اللي موجود حاليا من الشباب وقت هذه يعني الثورات ووقت مرحلة عدم الاستقرار الأمني كان لسه لا يعي كثير من الأمور، لا يعي يعني إيه دولة، يمكن حتى لأن كان بنتكلم في جيل عنده 9 سنوات تحديدا. يمكن دورنا الحقيقي دلوقتي هو دور توعوي، إزاي نقدر إن احنا نوعي الأجيال الجديدة بما حدث في مصر علشان نقدر نحافظ على الاستقرار ده والاستقرار الأمني تحديدا، ونتكاتف جميعا حفاظا على مصر. نعم، الفترة من 2012 لحتى الآن يجب أن توضع في كتب من أجل الأجيال اللي انت حضرتك تفضلت بذكرها، اللي هم كان عندهم 9 و10 سنين. يمكن انا اتكلمت عن تاريخ، صحيح، تاريخ ما حدث في سيناء من خلال الاختيار، خلال الشهيد احمد المنسي الله يرحمه ورجاله. خلي بالك لما الدراما تكون قويه، الدراما تكون موجوده، الدراما تكون مؤثره. انا يعني مثلا ولادي كان عندهم 8 سنين و9 سنين وبيتابعوا الاختيار وبيتابعوا فيلم الممر، وبتبدا هنا في اسئله، ايه اللي حصل؟ طب حصل كذا كذا كذا. اذا هنا الدراما، والى جانب الدراما نتكلم عن دور الاسره في التعامل، دور المدرسه، ان المدرسه مثلا في يوم من الايام تقول مثلا نهايه هذا الاسبوع مفيش دراسه ولكن في حفل كبير مثلا، ونحن في شهر اكتوبر، يبقى في استعراض للي حصل من خلال شريط صغير او فيلم تسجيلي صغير، ونجيب ناس تتكلم وناس تشرح وناس تخاطب التلاميذ وتفهمهم وتوعيهم كنا فين وبقينا فين بطريقتهم، وليس بطريقه فيها دماء او عنف او حتى شرح يرعب هؤلاء. هنا التوثيق من خلال الدراما والسينما مهم، دور الأسرة مهم، دور المدرسة مهم. لازم كل الجيل ده يفهم ماذا حدث في هذه السنوات وكيف تحولت مصر.
من ساحة للعمليات الإرهابية إلى واحد أمان. كلنا بقينا قادرين نمشي في الشارع ونتكلم وما نخافش واحنا ماشيين جنب عربية لا يحصل تفجير، ما نخافش لنكون موجودين في تجمع ويطلق الرصاص علينا، ما نخافش واحنا ماشيين في مثلا محيط جامعة القاهرة أو دار القضاء العالي ويحصل تفجير زي اللي تابعناه وشفناه، وكم أكم من ناس دفعوا حياتهم مدنيين لو استعرضنا اللي كان بيحصل في المطرية وفي عين شمس وفي رمسيس وفي الإسكندرية، الناس اللي اترمت من فوق مبنى في الإسكندرية، الاستهداف اللي كان بيحصل للناس وهم موجودين في أمان، كنا بنلاقي أسلحة طلعت وعناصر الإخوان الإرهابية منتشرين في الكباري والفيديوهات موجودة واليوتيوب موجود وبيوصف هذا الحدث في كل مرة كانت الكاميرا حاضرة طبعا. كانت قصص مأساوية كتير جدا حقيقة يا أستاذ سامي. صحيح، يعني زي ما حضرتك قلت يعني رجعنا الوقت الحقيقة، مجرد ان احنا بنفتكر هذا الوقت واللي كان بيحصل فيه الحقيقة يعني بيصيبنا يعني ضيق شديد. على اي حال خليني اروح مع حضرتك من ملف الامن الداخلي لملف الدبلوماسية المصرية. عايز اعرف من حضرتك ابرز ملامح الاستراتيجية المصرية للتعامل مع هذا الملف تحديدا، خاصة انه يعني خلينا نقول انه كان في ارث معقد بعض الشيء في هذا الملف تحديدا. لو اتكلمنا على هذه الفتره تحديدا كانت مصر منبوذه. صحيح. يعني جمعنا احد اللقاءات مع السيد محمد فريد التهامي في وقت من الاوقات قال ان أسوأ ثلاث اسابيع في تاريخ مصر كانت من يوم 4/7 لحد منتصف او اول شهر 8 نتيجه لما يحدث داخل مصر وانعكاساته خارج مصر. ده كان سنه كام يا استاذ سامي؟ ده كان بالتحديد في 2013 يعني. نعم. أسوأ فتره. أسوأ فتره في تاريخ مصر داخليا وخارجيا، كانت صحيح. مصر منبوذه في الخارج، كانت مجمدة في الاتحاد الأفريقي، الجميع أدار ظهره لمصر بسبب الأحداث اللي حصلت عندنا، بسبب حالات التشويه الكثيرة التي انطلقت من خلال إعلام معادي، إعلام كاره. بعد ده كان الدولة تخدم على مصالح جماعة بعينها يعني. طبعا. بعد ده كان في توقيت حاسم وخطط دبلوماسية ممنهجة من الدولة المصرية. شفنا لو قلت لك يا استاذ احمد يا استاذ جمانة الزيارات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى افريقيا خلال الثمان سنوات الماضية، وكيف عادت الامور الى ما كانت عليه وافضل الف مرة عن قبل ذلك. يعني الرئيس لم يترك دولة أفريقية لم يزورها طوال يعني الثمان سنوات. تحولنا يا أستاذ سامي من التجميد للعضوية مرة أخرى في الاتحاد الإفريقي ثم رئاسة الاتحاد الإفريقي، لكن بس مش عاوزين نتكلم على الاتحاد الإفريقي فقط، لأن في الحقيقة مصر أولت إفريقيا يعني اهتمام كبير، وحتى هذه اللحظة دائما مصر ما تتحدث عن إفريقيا وتضعها في رأس أولوياتها في كل المحافل الدولية، لكن عاوزين نتكلم كمان على السياسة الخارجية الرشيدة المتزنة في جميع يعني القوى الخارجية الدولية تحديدا، وأن مصر دولة لم تعد مستقطبة تجاه قوة بعينها، لا أصبحت تقف على حياد وتوازن ما بين كل القوى العظمى. كلما كانت الدولة قوية، كلما كانت الدولة قادرة على اتخاذ قرارها دون تردد أو خوف. صح. أنا بتكلم مثلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، تمام؟ وما يحدث من فكرة التعامل مع الأزمة. لو لم تكن مصر دولة قوية ما كان موقفها بهذا الشكل. لو كانت مصر دولة منقادة كنا بنقصين كده سمعنا الكلام وسلح فهمنا في تسليح
الاوكران مثلا، لكن مصر كانت على الحياد. مصر وجهت دعوات كثيره من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب، ورحبت كل دول العالم بوقف هذا النزيف وتم العمل عليه. فانت صاحب كلمه، انت قوي في الميزان الدولي، انت موجود بقوه وقادر على خلق علاقات دبلوماسيه وتعامل بمسافات واحده من الجميع، بالمسافات التي تخدم على مصالحنا وتخدم على اهدافنا. وقدرت مصر تستعيد مكانتها اللي كانت مفتقده على مدار سنوات كتير مع كل دول العالم. مشاركه مصر في كل المحافل الدوليه، مشاركه مصر في قمه العشرين مثلا الاخيره وقبلها، مشاركه مصر في قمه المناخ في باريس، ثم استضافه مصر لقمه المناخ هنا في شرم الشيخ. لو استعرضنا ما حدث دبلوماسيا لمصر في الثمان سنوات او 10 سنوات تحديدا، ستجد ايضا منعطف موازي للمنعطف الذي رايناه عن الحاله الامنيه في مصر في تلك السنوات، كيف كنا نواجه حرب شرسه في كل شبر، ايضا كنا نواجه تشويه وتعمد تشويه وخلق روايات وبعد ومقاطعات من كثير من الدول. ولكن مصر بدبلوماسيتها، مصر بقائدها، قدرت تسترد هذه المكانه، وده اللي كنا بنامل ان احنا نوصل له. ده اللي زي ما حضرتك قلت يا استاذ سامي، يعني انتقلنا من دولة منبوذة في وقت من الأوقات ومنعزلة إلى دولة مش بس قدرت أنها ترأس الاتحاد الأفريقي، لا بالعكس بقت تحمل على عاتقها قضية القارة الأفريقية أمام جميع المحافل الدولية. أيضا لها كلمة ومواقف قوية جدا الحقيقة في مختلف القضايا العربية، لا سيما وتحديدا قضية فلسطين التي يعتبرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية المركزية. ويمكن مواقف كتير مش بس الحقيقة يمكن نتكلم في أقوال، لكن تابعنا بالفعل أفعال ووجود مصر وتدخلها بقوة في هذه القضية تحديدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن. صحيح، يعني يبقى دائما الرهان على الشعب، والرهان على الشعب دائما كسبان، لأن أعتقد المرحلة الحالية هي مرحلة وعي حقيقة جمانة، ووعي المواطن أعتقد هو أصبح يعي جيدا ما يتم وما يحاك من أجل تفتيت هذه الدولة العظيمة، لكن دائما سيكون الحفاظ عليها نابع من إرادة سياسية قوية وشعب يتكاتف ويقف دائما خلف هذه القيادة السياسية.